كابتن عمار بحديث شيق، حديث كبير جدا، مدرب صاحب انجازات كبيره جدا على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات، وصاحب ايضا فضل كبير على اللاعبين الشباب اللي لعبوا تحت قاعده في المنتخب الوطني. مدرب ذو فكر تدريبي عالي، ذو شخصيه كبيره جدا، دائما يحب اللاعب اللي يكون لاعب منضبط، لاعب ملتزم، لاعب يلتزم في التوجيهات، في الواجبات اللي تعطى من قبل المدرب في المباريات اذا على مستوى الدولي والمستوى المحلي. فمدرب يعني كبير جدا على مستوى الكره العراقيه، على مستوى الكره العربيه. فرحمه الله عليه المدرب، يعني قد يكون المدرب الاول بالعراق اللي دائما يعطي فرصه كبيره للاعبين الشباب في استدعام المنتخب الوطني، في زجهم في مباريات كبيره جدا، وكان ما كان هناك اكو تخوف من زج هؤلاء اللاعبين الشباب في هذه المباريات الكبيره، خاصه في تصفيات كاس، تصفيات اذا كانت مباريات تصفيات كاس عالم او اولمبيه او بطولات عربيه. الحديث عن الكابتن عمو بابا حديث كبير وشيق وصاحب فضل على كثير من اللاعبين ومن ضمنهم ابراهيم سالم. اكيد صاحب الفضل قد ما اشركني في تصفيات كاس العالم 93، هذا الرجل بالنسبة إلي شخص مو فقط أنه رياضي. الفترة الأخيرة أنه أنا يعني كجار وكصديق الكابتن عمو بابا المرحوم، لما يمتلكه من إنسانية عالية وطيبة، وفي بعض الأحيان أنه ما تثق أنه هذا الكبير عمو بابا، الرحمة والغفران إليه. احنا عد ما نستذكر اكيد من نعطي حقه، رجل مثل ما تكلم الصاحب فضل، ويا ربي انه مثل ما نعمل له قبر قرب ملعب الشعب، وهذا طلبه، اتمنى الاهتمام واتمنى انه يستذكر، وخاصة انه يكون ملعب خاص باسم عمو بابا لما قدمه. ألف رحمة على روح الكابتن عمو بابا. هذه الشخصية قدمت وأضافت الإنجازات الكبيرة للكرة العراقية، والكل يعرف أنه المرحوم عمو بابا هو المدرب الوحيد اللي أحرز بطولة الخليج لثلاث مرات، وهذا حدث غير مسبوق. أنا شرفت وزادني الفخر أنه دربت تحت قيادته إذا كان في المنتخب أو في القوة الجوية. هذه الشخصية الكبيرة جت هواي إغراءات من أجل أن يترك العراق ويعيش خارجه، لكن رفض وما وافق وقال أنا أعيش وأموت في العراق. هو اللي موقف مع الكابتن المرحوم عمو بابا في نادي القوة الجوية، ومن الأيام سألته قلت له كابتن الأمنية اللي تريدها أو تتحقق لك إن شاء الله. قال كابتن سمير أنا أتمنى أن أموت في ساحل كرة القدم وأن أدفن في ملعب الشعب. ويا سبحان الله أنه تحققت أمنيته، ندفن في اللجنة الأولمبية القريبة على ملعب الشعب. لكن مع الأسف أنه أتمنى من المسؤولين اللي يزورون هذا القبر أنه تتحقق أبسط الوسائل وهي النظافة، لأن هذا الشخص خدم الكرة العراقية. في ذكرى وفاة المدرب الكبير والقدير المرحوم عمو بابا رحمه الله وادخله فسيح جناته، هذا المدرب حقيقة صاحب الفضل الكبير على كثير من النجوم ومظنه المتحدث باستدعاء إلى المنتخب الوطني في تلك الفترة، والحمد لله والشكر قدرنا أن نقدم ما قدمناه لبلدنا. ولكن هذا الرجل يعتبر رمز من رموز العراق لما قدمه من نتائج طيبة وبطولات، فالرحمة والغفران للكابتن عمو بابا. ذكرى سنوية لوفاة المرحوم عمو بابا، أتقدم بخالص عزاء لكل محبي المرحوم عمو بابا ولعائلة المرحوم عمو بابا، وأسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. الرجل الذي ضحى وأفنى كل عمره من أجل أن تلتقي الرياضة العراقية بالشيء اللي يليق بالرياضة العراقية. بمناسبة الذكرى السنوية المرحوم الكابتن عمو بابا، نتقدم بحر التعازي لعائلة الفقيد وكذلك للمجتمع الرياضي. استذكار عمو بابا في هذا الوقت أعتقد هو جزء من الوفاء الذي يجب أن يقدم للقامات التي قدمت للكرة العراقية الكثير. عمو بابا هو ماركة الكرة العراقية. عمو بابا عندما يذكر
الكرة العراقية بصورة خاصة. عم بابا عندما تذكر الفترة الذهبية للكرة العراقية، عندما تذكر المواهب التي قدمها للكرة العراقية، فعلينا أن لا نغفل ونستذكر مواهبنا وروادنا والذين قدموا للكرة العراقية الكثير. عم بابا صاحب الحس الوطني العالي الذي لا يعلى عليه حقيقة. أتمنى طبعا من الجميع أن لا يغفل عن ذكر الشخصيات التي قدمت الكرة العراقية سواء رياضية وغير رياضية. شكرا لجميع المتحدثين. الحوار السابق حوار افتراضي مع شيخ المدربين عمو بابا. كم من الزملاء كان يتمنى أن يكون حاضرا بيننا شيخ المدربين وعميد الرياضيين عمو بابا.